الأمريكيين من أصول لاتينية أو من أصول إفريقية أو حتى العرب والمسلمين؟ هل يفتح هذا المجال لضغوط جمهورية على هذه الجماعات، أم أن ما تعهد به دونالد ترامب من فكرة أنه سيكون رئيسا للجميع هو بالفعل ما سيطبق ولو بهامش من التصرف أو التحرر؟ فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، والبعض كان متخوفا من فكرة يعني أن دونالد ترامب بما أنه شخص غير متوقع وغير ذو خبرة في المجال السياسي، تطبيق هذا على المجال الاقتصادي يمثل ما يطلق عليه في عالم المال والأعمال ريسك فاكتور، حتى أن هذا المصطلح ظهر خلال الفترة الماضية، ترامب ريسك أو مخاطر ترامب المالية، على اعتبار أنه يمثل عنصرا لا يمكن التنبؤ به بالنسبة للمحللين الماليين. هذا الربط ما بين الاقتصاد والسياسة وبين الثابت والمتغير في كليهما هو محل سؤالي للدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، قناة السويس. دكتور جمال، اهلا بيك. اهلا اهلا بحضرتك. نبدا بدايه بفكره الثابت والمتغير في السياسه الامريكيه بعد ان اصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحده الامريكيه. هناك طبعا بالنسبه هناك ثوابت في ملفات السياسه الخارجيه بالنسبه في علاقات الولايات المتحده مع سواء كنا نتحدث مع الصين ومع روسيا، برغم حديث ترامب التي بدت انه انفراج في العلاقات مع روسيا، والبعض يعني اسهب في وصف هذه العلاقه من خلال انه سوف يكون متساهلا مع روسيا. انا لا اظن ان هذا سوف يحدث. لا ننسى الخلفيه الجمهوريه لهذا الرجل، وبالتالي نحن امام مؤسسه بتحكم وامام ايضا مؤسسات بتحكم، حتى وان بدا في حملته الاعلاميه متساهلا مع في مع الجانب الروسي. ناتي ايضا في علاقته بالصين. هو رجل تحدث شططا بالنسبه للصين حينما كان مرشحا حول ان هناك غزوا صينيا اقتصاديا وانه يعني يريد ان يوقف هذا الغزو. اظن ان هذا الحديث الذي يتحدث به وان كان تحدث به صراحه كان كل رؤساء الولايات المتحده السابقين على الاقل في العقدين السابقين يتحدثون يعني ويتحسبون لفكره الحرب الاقتصاديه بين روسيا وبين بين الصين وبين الولايات المتحده. هذا فيما يتعلق بالضبط. اما اذا تحدثت عن ملف على ذكر الصين دكتور جمال، يعني ما تحدث به دونالد ترامب قبل ذلك عن فكره تخفيض الصين لعملتها وتدخل الولايات المتحده الامريكيه في هذا الشان، ورد عليه في ذلك التوقيت بانه غير قابل للتنفيذ تماما، كحديثه عن تمويل المكسيك لهذا الجدار العازل. ايضا ما بين الواقع والتصريحات ونحن امام رئيس فعلي الان للولايات المتحده الامريكيه. يعني في بعض الاحيان قد تكون التصريحات اكثر طموحا او حتى ان كان البعض يسميها شططا، لكن سيجد نفسه امام قيود الموقف وامام قيود الحدث، فبالتالي لا يستطيع الرئيس ترامب مجازا على الاقل، انت قلت الان نحن نتحدث امام رئيس وليس مرشح ان ينفذ كل ما يتحدث به في حملته الانتخابيه. انظري الى مراوغة أوباما حينما كان مرشح، لم يعد بشيء ولم يتحدث عن شيء، هو لأنه يدرك طبيعة قيود أيضا المنصب، برغم ما أن يعني فرصة ترامب هي أفضل من فرصة أوباما، لأنه الآن أمام كونجرس بمجلسي الشيوخ والنواب أغلبية جمهورية، وهذا يعني من المرات القليلة التي يعني يكون هناك أغلبية جمهورية وفي نفس الوقت رئيس جمهوري، فبالتالي لكن على الأقل هناك مؤسسات حتى من داخل أعضاء الكونجرس سوف يكون هناك ترشيدا لسلوك أو لتصريحات ترامب حينما يأتي إلى. هل ينطبق هذا أيضا على وعوده الاقتصادية الخاصة بالبطالة وبتقليل الضرائب وغيرها؟ هل هي قابلة للتنفيذ؟ أنا أظن أن هذه الوعود يمكن أن يحقق منها شيئا فليجرب، يعني على سبيل المثال فكرة تخفيض الضرائب على 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 الصناعات أو على المشروعات الكبرى، وبالتالي هذا ما كان يعني عكس حديث هيلاري كلينتون.
وتحدث ايضا بالنسبه لموضوع الرعايه الاجتماعيه، ويعني تحدث انه سيلغي فكره اوباما كير او مشروع التامين الصحي للرعايه. فبالتالي يعني كل هذه الملفات الاقتصاديه او الملفات الاجتماعيه قابله للاخذ والرد. لكن بالنسبه لموضوع السياسه الخارجيه، الامور يعني باتت يعني ليست الولايات المتحده هي الطرف الفاعل الان في العالم، حتى على مستوى الشرق الاوسط لا تستطيع الولايات المتحده ان تغير كثيرا في ما يحدث الان، باستثناء يعني انسحابها من الملف السوري كما وعد ترامب في السابق. لكن سيبقى ايضا فكره العلاقات مع ايران، ملف العلاقات مع ايران سوف يكون هناك لعبه شد وجذب، ملف مع اسرائيل هو معني ايضا بما يسمى بامن اسرائيل حتى سابقين سواء كان ديمقراطي او جمهور. على ذكر إيران وإسرائيل دكتور جمال، يعني كانت هناك نظرية تم تداولها خلال الفترة الماضية من رؤية أمريكية للوضع في منطقة الشرق الأوسط ربما تسير في أحد الاتجاهات على فكرة الانسحاب الأمريكي من هذه المنطقة والتوجه ناحية آسيا، وتقوم في زاوية أخرى على فكرة ما يمكن تسميته بتهدئة المنطقة تحت أي عنوان حتى وإن كان تقسيم أو تفتيت أو غيرها، تمهيدا لأن تكون منطقة الشرق الأوسط ما بين مطرقة إيران وسندان إسرائيل. إلى أي مدى هذه المعادلة قابلة للتطبيق بوجود دونالد ترامب وبحديث تقاربي ما بين ترامب ونتنياهو بما يعني الولايات المتحدة وإسرائيل، ونقطة الشد والجذب التي تحدثت عنها بحديثه عن الاتفاق النووي وأنه ينوي تمزيقه كما قال، و قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات التوقيت أو رغبتها في استخدام إيران في هذه المعادلة مع إسرائيل؟ أنت تحدثت عن تحليلات يعني تشير إلى الانسحاب الأمريكي من المنطقة والاتجاه تجاه آسيا. الانسحاب الأمريكي من المنطقة يعني هو حدث فعلا منذ بداية فترة الولاية الثانية لباراك أوباما الأمريكي باراك أوباما. فبالتالي أنا أظن طبعا بالطبع لا نستطيع أن نتحدث عن انسحاب 100%، لكن على الأقل تراجع في الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة لصالح منطقة آسيا ومنطقة، سواء كنا نتحدث عن جنوب شرق آسيا أو حتى نتحدث عن آسيا الوسطى وشرق أوروبا والقوقاز، كل هذه المناطق التي تستطيع الولايات المتحدة تأمين مصادر النفط وتعظيم مصالحها بشكل أفضل مما كان يحدث في الشرق الاوسط. لكن ستبقى اسرائيل هي ايضا هي 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 قضيه او هي يعني خط بارز في هذا الملف. لن تستطيع الولايات المتحده سواء كان ولايه تحت ولايه جمهوريه او تحت ولايه ديمقراطيه ان يعني تغلق ملف الشرق الاوسط بصفه نهائيه. وايضا سيبقى فكره الجيوبوليتيك بالنسبه الذي يعني تعكسه هذه المنطقه بشكل الجغرافيا السياسيه. لكن على المستوى الاقتصادي انا اتفق معك انه تراجعت الاهميه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال سلامه عميد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه قناه السويس. بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام تتوقفون مع